رجع في حالته الناظور وجلس واحد يومين وثلاث ايام هو تيفكر وتيخمم كيفاش غادي ينتقم لباه هذاك عبد الرحيم اللي ساكن في ديك الدار. هذيك الليله كندخل عندهم وتعشى مع اخوه ومرته وولده وتعشى معاهم وضحكوا ولعبوا وجات الوقت ديال الناس وكل واحد دخل لبيته ونعس، الاخرين دخلوا لبيتهم ونعسوا هو ومرته وولده، والاخر فرشوا له في بيت اخر ونعس في البيت. خلاهم حتى نعسوا اخواني اخواتي وجبد واحد الجنوي ودخل عندهم للبيت وذبحهم كاملين، ذبح الراجل هو الاول وفاقت المراه وعاقت به بغات تغوت ضربها للراس بجنوي وتكى عليها ودوز عليها حتى هي، وفاق الدري الصغير ما عرف ما يدير واش يسكت واش كذا واش كذا طار عليه حتى هو يدوز عليه في بلاصتو، وخلى داكشي هكاك وخلاهم في هذيك الحاله تيفركلو وخرج هو بدا تيقلب في الماريو ديالهم لقى شي فلوس ولقى شي ذهب ديال المراه دارهم تحت منه وخرج على الباب وسد الباب موراه ورجع في حالته حتى هو الناظر.